بريها وحن مغمغ لي وصبيح يا قبيل كيسي يو حنو ملاينا يا فينك بانتها وسك صور دم ذي حسمان لان لورينش لحدي فبراير ولي ما أنت لسعنا دويرين بوجود ميسو حسمان لان لورينش لي بيرش الساق يود جوية مصبيح وحن مغلي شري وحن مغلي أيامهن وصو ويرر هو بي صور رسانيان كان يصو ودان واكن بان مغلي من تو قاره روسو دعاي مركز إسلامي قايلس لأن أضيق وصوك عيو توقي بغبت والله ما ديق بعض واكتشر ويسكس يداي هبين كيد دم هاتنا إسلام تقايلس وتوقع توقع توقع أضيق وصوك عيو كسونا محار عسي دي توقع بكتشر أرهيرك كسو وصوني حال لوديق بعض بكتشر كتشر يما قمعاك وهراي ورتا أنه قسمان نان الهين موسي عيدا كيسا قمعاك وهراي ديغ دن جيل آهي ببضنا وكذن ما أنت نقول له وغنو حنو ملايين أيانو الجيل عبد الحين أنه لبيس بعوم باكسو وريكتي إلى أن الكوري أتشنو جيلكن أوكا كوبان بغولي اللمان نيف أنا أقول كي ساق ما الله دقالني يدولة دي ساق حوق هرتي حوق دارود ما نقول دقالني سيدي دير برواق ودولة دادكوك حولو ديريق لداتين داتونا فرح ودودي وانا جاي بدغدو قياس لاغو مدوني انا دايما غاديو شعيل كاغن جاهلا امريكا ميداد ديجي دادو تانكوليو عيلا دودو وصول ديك عكاسيسي سيدي دير برواق ودولي دادك مورتو حولو ديريق لداتين دادكونا فرح ودودي يا مدير انت وانا جاي قديق دو قياس لاغو مدوني انا دايما داديو شعيل كاغن إلى أن مالكا يرى أن يكون رجل حولها أنت هذا بدر هذا علي بعد ميل لكن وحنا لا يهاي وزير ريال يو ماير لما نحن لها دولة كسعودة فرين تاني كون نجنا عستد وحوي إن إمام الملك سيد جود يسيد لو يسيفك بورا شقيا هذا النقطة أرميه جنا عسجا أشوريه هرمك يدقم ده هرمك عاصمة ده درين تيم بجارة ده العيد بالعيد عاصمة ده وحول بقى بالشدة كبيرش نقالوه إن كشقيري أنا ذكرت قيم قادنيا يقولون أي سيف فرونتير يسود دير دونر هذه لها إنه ديغدن جيل هاي ببضنا وكذن بضن بيسوسو على الشيقي وكسو اللي بيعلينا وكسو دي علينا هذه لها إنه ما أنت أنا قلنا وقنا وحنو ملايين أيانا الجيل عبد الحين أنه لما يسبعون باكسو وريكتي إن شاء الله وقت أنا تلبسون دونه أنا وقت بدن قانون دونه أنا رضو بقلال كذن كينا دونه إن شاء الله واجرته عيدا كان محلا إنه سلاني يدي رجلين بانو هو دي نسو مرينا وحنا كان باقو وجه ديني أوكلا ستد بلو دغال كسوداي كل رين بيغا انت نو هيي واجب كود وا كسوبخين انا ور ما انت انت تالك هي هو بلوني يغان و خان ليه وريدين كان ان كو دغان ياهي عيدن كسي اوغان انت نو سو سكون نو سو ديتسن هدي لها ايدمو انت سان يغان انيا وزير هلك و خان اسغو نيمي ان ان نكو وريجينو جيلكن او كا كوبان 202 نيف او غناصتدا دغمدا قيب كميد اي كا قيب قادانيسو دفاع دجانك يتأكل أنت إذنك وما هو رأيه وما ردم بأيه وعن عصت هذا غيب كم إذا دقم دوي إذا ماذا تشيد دشوجة سيدي هربا أي وشرتي مركز تا أي وقت كستا أي الهدي الله يدمه وحن لك جرب تاجنا يتأكل ذد دفاع هاد كوشرتان إلى هيبانو ilaa ila ka sii aan ummadiin dadkiina aad u dhimanaysan iyo dagaalkiinu markasta waxa ila garab taagayaan u sheegaya sidii leeyni garab taagnaa in leeyni garab taagnaan doono aan waan ognahay waxyaabaha jira inaan inagu cidna duulan ku ahayn laakiin markasta waxaan idinku adkaynaynaa in olaadi taagan tahay annana waan ognahay كتشيد دكوت شيرة أنا إنه أولاد تاجن تهاي ووجي هاي كجودة أشوف أنا ووجي وأنا دكوت كرب تاجن هاي معمول يا أيضا يا شعبه
jira ee ku gaajooday ee ku aradan ee ku dayacan intay doonaan ayagoo wadaniyadooda iyo dadkooda u dayacan aan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waxaan mudantihiin in laydiin mahadceliyo waxaana laydiin taro aad iyo aad baad u mudantihiin waxaan leeyahay odayaal ahaan iyo dhammaan SSC iyo daarood intuu leegyahay waa idiin mahadceliya meel walbana waa idinka soo hambalyeynayaa arrintaa xiji oo ha sii daynina waxaan kaloo u mahadcelinayaa ganacsatada maanta qaybtan xoolaha ku deeqday ee ciidanka ugu deeqday awal la shaqaynaysay ganacsatadu awalna waa shaqaynaysay maal iyo nafba waxay la barbar taagnaayeen dadkooda iyo ciidankooda maantana waa kaasoo dii goobjoog baaba loo yahay boqol iyo laba tuldood oo geela bay halka ku wareejiyeen oo geeli waa aragtaan waa wax aada iyo aada u waxtara waxayna ballan qaadayaan afkooda aad ka maqlaysaan inay waxtarka sii wadayaan iyaguna waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay waxaa la nin baa yidhi nin baa gabadh la soo baxay fiidkii waa loo tashado waxaa war gabadha hala meheriyo wadaasa loo doono gabadhu malaa gabadh yar baa hatay bay haydo waxay maqlaysay wadaad hala doono labaa la dilo waxa war wadaad la kaalaya mudday maqlaan inuu fiidkii dambe yimaa dilo waxa wadaad la soo waayay malaa dhegtay ka maqlaysay waxay tahay dii wadaad la waayay miyaa loo kala fadhiyaya ma la kala fadhiyayaa bay tiri ma loo kala fadhiyaya wadaadlaan soo baad kala dadku dadkii hor waayo way safgaran jiray annagu baawarkii isaaq baan ula dagaalanay iyo dowladdii isaaq xoog harti iyo xoog daarood baanu kula dagaalanay iyo xoolo harti iyo xiniyo daarood iyo xiniyo harti iyo xiniyo isfi baanu kula dagaalanay waa iska jabin oo waa iska wiiqinay shacabkii isaaq colaadinimo dhaxool hadday habar jeclo tahay iyo hadday habar yoolis tahay iyo hadday habar wal tahay dadka shacabka ee isaaq colaadinimo dhaxool baawarkaanu culowy baawarkiina iska wiiqinay oo iska jabinay hadda waxaan maqlayaa ina biixi wuxuu soo abaabulayaa shacabkii iyo dadkii aanu isku wanaagsanin isagoo raba inuu baawarkiisii mar labaad ku ilaashado waxaanu leenahay annagu iskana kaa jabinay daaroodna waa nagu ogolyahay inaanu mar labaad iska kaa jabino daarood baa nagu ogol iyo soomaali oo adduunka o dhan baa nagu ogol oo xoogga aad sheegatay iyo duqoniinada aa ku haysa soomaali oo dhan baa kugu diidan anaa nagu taageersan inaanu iska kaa celino waxaanu leenahay oo aanu talo kuugu soo jeedinaynaa war dadkaa wada dhashay ha collaysiini waxba nama dhex marin dhibashana intaa yara qoruulgud baana dhex martay ee adigu aad sababta u ahayd dhibasho kaloona dhex martay ma jirto haddiise aad halkaa ka sii waddo halkii gabadhii baan ka taagnahayo dee haddii nabad la waayo oo xabad joojin la waayo oo wanaagu kugu filaan waayo waxay la tahay daarood fadhihi maayo iyo SSC ma fadhiyayaan way kula dagaalamayaan oo waanu kula dagaalamaynaa iyadana intaa u dhaafi maayo waxaan aada ugu mahadcelinaynaa ganacsatada ee degmada Laascaanood gobolka oo dhan maaha xilqaanka ay sameeyeen ay isku soo ururiyeen geela boqol iyo xoogaaga ah waxaa ka dambeeyey usbuucii hore gabdhihii iyaguna afartanka geela koob iyo afartan weliba noqday geeye iyana oo geelaasna isna uu geel allabari ahaa oo ay ciidanka siiyeen baa ka dambeeyey ka horreeyey marka insha allahu tacaala waxaan leenahay sidaa ciidanka aad wax u siinaysaan waa waajib ciidanka in la ilaaliyo ciidanku markaa waa ka aynu waxa weeye waajibkiisu ina saaran yahay oo muhiima in loo wada shaqeeyo ganacsatadana waxaan leeyahay sidaa aad tidhaahdeen kasii badiya oo boqolaab kusii sameeya waa laydin sugayaa xagga deeqaha wax badanoo horey aad u wareejiseen lama sheegsheegin oo badan laakiin haddeer waa waa jireen waxyaalo laakiin sidaa haddeer aad intaa u keenteen horey wax badanoo saasa oo isku duuban lama arag hadda isku soo duuba oo soo badiya ganacsatadiinna qof walbo inaga inaga midana waa inuu ciidanka isgarab taago si aynu dulmiga isaga difaacno cidna aynaan inagu weerar ku noqon waxaynu maqlaynaa xagga in laga soo sheegayo weeraro iyo abaabul dagaal marka inagu halkeenna aan ku joogno cidna yaynaan weerarin sidii horeyba loo sheegay
meesheena aan ku ekaano in dulmiga Ilaahay inaga qaadayna Ilaahay baa mahad lahaa subhanahu wa ta'ala muhim had bol malaayiin jiraan la soo koobi karin waxaan leeyahay qurba joogta iyo dadkii awl ba kalmeeyay in waxaan leenahay iyo in dadka garab taagna ciidanka sidii buu idin sugaya isagoo waliba la rabo inaad si laalaabtaan intaas oo jeer إن شاء الله جن عصتنا وانو مهذلين يا جزاكم الله خيرا مالك عاد بحزين يا كات صو الضامبة إلهي هيدين بركة سبحانه وتعالى بارك الله فيما عضيتم وفيما أبغيتم إلهي نحن كبر يينا نبض إلهي سبحانه وتعالى إن وضتك على دحدقو إن سكود عاي ظلمي وحوي لك على دحدقي إلهي بان مرنا بعض ما هدنا غينا ومر صدحات ما هدنا غينا ومر أفراد ما هدنا غينا إن السيين عوين كسافرها بدن أيوه الرئيسو دول ميجي مدة فرها بدن ديجان كين اللي جوه هي إلهي قدرين من قدر القاضو وحن إلهي يقوم هاد نقينا مدن ماذا هي معمولك هي الدولة ماذا وين السيين وحن إلهي يقوم هاد نقينا نمعدي سيرحب كا يرحمات كا أينو أرك إنه دو حدا این بحث تاگن نهی مانتا و آه دو حین که یکور دو حکمی دا و آدر کسان قروح دا یو خیرات کم وقدا هن تاس آن نمعو با ایلهای سو کندرا و حو وحل لقمة هد نقو و این مر با ایلهای این لقمة هد نقو ساعت ول با اینو ایلهای این لقوا چبیی این تاک بعدی و حانو ما هد نقی نگن عصت دا غایب کمی دا دکمه دا لاس عنود ماها ومجالا لسانو ان هوكاي ايب كاميدا وي انا استاذ مانتا ديردا ان هولها جدوسين سعيد مدودا دفاع يا شرف كود يدول كود ادي ادي يقوم هاسين يقنع ستضو ان شاء الله تعالى وها لورنشري جاي لماركا هاشو اي عرطو لغا افغابي ولغا ما افغادو ان قال انتو وحالينا كان استاذ كالاريال لسانو يقوى غوبل كاسول يقوى دجمدا لسانو يقوى اس سيبا إن السيدة أقول صوت ده عن عصتنا بيلو ونعكسن بلاوي وإنه يجي عن كرة تشيننا وحنلا إنه هو إسكتشي بالشو دولتنا إنه وحنو كت كل سنة إسكتشي ذلك إنه وحنو كت دفاع إنه إسكتشي أرمي إنه وحنو كم عمولة إنه إسكتشي ده نواسيت هلا يدي تم بعنا قدر حيسة إنتاس وحن وجو بورينا يا عن عصت هذا يعيد كاستور هير إسسية يعيد كاستور هير إسسية هذا يتهي بيلها ديجان كان الإسكالة هرتي يفكشين يمدبان يعيد كسر ديجان كان حقوق كله يو سومالي أردنبا وحنلا يا هاي حاول كم الدالي ولي وهو قدي أنو أتكيسون مدن مدينة يو وحتركين أنت هدان كجد به عيدا كدفاع إن ما أنت يقول كهذا لنا حول كله كل وريجنو إلهي كسرك وحصاب عيدا كسر صوابي وتشبيجي دالمين تي isbiday ee 30 sano isii soo dhiseeyay ee wixii la oga haystay nimankii jibiiba ma hadda iskal ilaahay kasku waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baraynaa intii dhimatan haa una xariisto inta nool ee lixaadkoodii waydeen haa cawl celiyo ee inta dhaawacan haa booga dhayo intina nool waxaan leenahay beerka ka ogsooni dadkiina waa idin ogsoon yahay idinkana intaas aan leeyahay bariyahan waxaan maqmaqlay وسبيح يا قبيل كيسي لو حنوم علينا يا فين كي بنتها وسكت صور دم دوحي شمال لان لورينج لحدي فبر واللي ما أنت لسعانة ويرين بوجود ميسوح شمال لان لورينج لي بعشر الساق يودا جوية هي مسبيح وحن مغلي شري وحن مغلي أيامهن وصو ويرر هو بيصور رسانيان كان يصور ودان واكن بن مغلي نتو جاهرو صور دعائم مركز إسلام تقيلس لأن أودي وصو كعيو تو جيب غفتو الله ما ديك بعض واكشر ويسك سيداي هبيك يد ما حدنا سانتا قايلس وتوغا توغا توغا ودي وا سوك عايو كسنا ما حد عايس دي توغ با كو جرا ريرك كسو سوني حل لو دي قمعود با كو جرا كجري ما قمعاه كو هراي ورتا انو اسمان نان لهين موسى عيدن كيسا قمعاه كو هراي هدي قمعاه كو هارين وحان لين رغي قمعاه كا جري وا فديان سلينتي فديان وانو كسوغينا وانو كسوغينا وحن كلو الصومالي أنو عديننا أو أن الإسلام كوا عديننا أو الدولة هدرس كانوا عديننا إلا لحدي فبراير ولأن الدفاع بنوح مر كان الله سعانو بيسير ورابه الدولة هنا الصوغ جلا أو غير الله سعانو دير غير إسسي كورت أجنائي
هدرنا جوميس يو بو هول يحدم بيدوني انا سوق لنا الكور تاجن مر ولبا انو دفاع بان صومالي ساها وقات مر كلي انا وير مانو هاي وحانو مدى وعدينا بدا وحا بلا بي سراكيشينا واتشوك تاي وحا بلا بي سومال لامبا بلاوضي فيريس سيلحي فيبروري وحي سو ساريين ستيتمنت كي بي سو ساريين اما شريت كودي شرائد بي سو ساريين صومال الحكومة ما ربي كبغي رقص كعين ميل مو دقش من شرا يا محبت بلا با ما بلا بو حبت وحا بلا بي عيد مدي سومال لامبا بلا بي qorshuhuna wuxuu ahaa 4 bisha la go'aamiyay maalinta statement ku soo baxay xabada la bilaabay lasacana la weeraro sidaas uu qorshuhu ahaa xabada iyaga bilaabay sidii ay maalintii 6 February xabada u bilaabeen ba ilaa maalintii aanu gumeys dhaafinay ay weerar u ahaayeen reer lasacanoodii reer isla difaac u ahaayeen haddii reer isla difaac kana waxaanu leenahay gumeys reer oo qaadan karimaayaan ayagaagna qaadan kari maayaan buuhoodna qaadan kari maayaan qabiilna qabiil ma qabsanayo shuuf marka buul macda la hoori waxaan halkay mariicala sariir oo aynaba lagu ururinayo wardabaabaadkiini baa xunaga qaadi waayay maanta mariicala waxaan arkay lixdan jir la barayo BKM ka war anaga gabdhaha iyaga baa hadal ka qalin jibiyay BM ka gabdhaha iyaga ka qalin jibiyay waxaan leeyahay qoladaana ilmaha yar hayaan hadii nabad dan idin tahayna wixii umusha u danaa ilmahan u danaa leey hadii nabadu dan idiin tahayna anagana waa noodan hadaysan dan idiin ahayna geedka gaadhaan mid ka goosta walaan waxaan mahadinayaa ilaahay ee suu keenay meesha quruxda badan iyo barwaaqada iyo nabadgelyada ilaahaygii inoo nabada halka ina kulansiyay maanta inaynu aynu ku guuray kula wareegno geela inta tiradu soo leegtahay waxaan salaamayaa marka ugu horeysa wasiirka amniga maayirka taliyayaasha ciidanka oo ugu horeeyo taliyaha general Saciid Shoode iyo ciidamada kale ee jooga xilibanada qaar ganacsatada dhamaantii waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamku salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh anigu waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ganacsatada maanta dadaashay markii ugu horeysay ee aan wada fadhiisanay iga ballan qaaday inay ka wasaaradahan geela boqolka ay ballan qaadeen waliba ay ku soo dareen geel kale hadeer inay ugu ku taageeraan ciidanka salinta jooga ee difaaca ku jira aad baan gaar ugu mahadcelinayaa iyagu way ka duwanaayeen baan anigu aaminsanahay oo dadkii ganacsigoodii burburay 8 bilood iyagu dhibanaha ahaa laga yaabo inaanay awood u helin inay ganacsigoodii sii wataan bal iska badaayay qaarkood ganacsigoodii ka burburay laga yaabo inaan ahay waxba u oolin maanta si gaar ah baan ugu mahadcelinayaa ka wasaaradda ahaan ganacsatada dadaalkooda iyo ballanqaadkii waliba muddada aadka u yarayd ay ku guuleysteen inay boqolka halaad iyo tirada dheeraadka ah ay maanta ugu gudoonsiiyeen halka inaga ku dhan maamul shacab iyo dhamaantiin waan u mahadcelinayaa dhamaantiin waxaan filayaa sidaad u ballanqaadeen inaanay noqonayn geeli ugu dambeeyey ama waxtarkii ugu dambeeyey magaalada Lascaanood ganacsatadu intaa way ka ballaaran tahay deegaanadu intaa way ka ballaaran yihiin waxaan si gaar rabaa inaan u xusuusiyo reer guuraagi ama dadkii baadiyaha joogay oo iyagu qayb weyn ka qaatay dagaalka bilowgiisii oo halkaa lagu soo gaaray waxaan jeclaan lahaa inaanay isdhigan oo aanay isodhan dagaalkii wuu dhammaaday hadduu bilow yahay nimankii waa duulaan waxaan filayaa inay hadda iyaga oo ka duwan wajigii horey ku dagaalamayeen maamul ahaan inay hadda reer ahaan u duulaan yihiin waxaan jeclaan lahaa inaan la isdhigan laabo waxtarkii weliba xaggii xoolaha waxaan intaa raacinayaa qolada ganacsatada qolada qurbajoogta qurbajoogta laftigeedu qayb bay ka ahaayeen inkastoo mar walba aan leeyahay kuwa gudaha jooga iyaga dhagax ka bilaabay ilaa general bay ku galeen guushaan iyaga soo hooyay anagu mar dambaanu haahaabanay qolyaha qurbaha joogaayo waanu ka daba keenay war hadday tiini tahay qolyaha qurbaha waxaan leeyahay laban laaba laba kacleyn baa loo baahan yahay nimanka qoraxda jooga ee ciidanka ah ee maanta xuduuddii jooga ama waxaan la yiraahdo aaga ciidanka roobaba haya qorax bay jiifaan waa dagaalana doonin baa lagu kalifay iyagu weer naq cidna kuma yahayn cidna duulaan kuma yahayn waa lagu kalifay nimanka ha laga warhayo dhaqaalaha la soo laban laabo abaabulka ay ku jiraan mid lamid iyo mid kale laban ha la soo dedejiyo dhammaan aad bardii salaam iyo qorax bay taaganahay waxaan jeclaan lahaa geela in aynu iska wasaarad ganacsi iyo ganacsada aynu ku wareejino taliyaha xoghayaha ama wasiirka amniga
يعيرنك هو أي سيدا ولا وريجان كلن كان لقول قال عشته دكتور يشينيشو حوالها ترى داسله رنتي وحوية ونكفل إني أنت أيين كبدن با إياك إيوه مجتمع وين جودهان إس إن سي هو قعنتك هاي شيء أما ودي أنت هلقم كسعودي تاكل هذا حوالها لعنة إيوه وإذا ما ضعي عنا يان أو إلى أي مدة داس سعوتي أما مية كسعوتي أما مجالة كسعوتي تيو دم بيسينا أي تهاي هاد دير تن ترى داس له وسلقان يددال أي كوكين يدو لغال بربر وكل عي وحلان هاي وليست إلهينا هيدين بركيو قنع سيقا عاد حيسان وايو كلما وقنع سيقا يدين بطو كلما تاجر هذا أتصيب بديسان عادو هايسان دفاع ياشا دلكين أنا جو حوي كعيدا نهان واحد نواجبه إن أنو كعب الجنو تاجر هذا شعبك إس إن سي ميل شوجا ونو جيسر يو وأنو موشنو أتكينو دفاع دلك إن أنو أتكينو تاسو دي عن هري وقولا دي ماني وقولا داو عني انت نولينا اي راي هدير اتاقن تهي ان اي اتكيستان قوشي لهي سيي او اي دل كودا كحر ايستين هدنا وحي دعانت ايو قرح ايو هار روبك اي انت وو اتكيستان ايان وحوي اينا اني منكا قوسيان يدو عن اي تشيرين وحلقا هايو دادي يدو يمين نبا degan koodi inay ku sugan yihiin ee aanuna anagu anagu ku shaqeynayna mabaadiida iyo awaamirta maamulka iyo isimada dhaqanka iyo dhamaanba oo aha inaan xuduudayada aanan dhaafin xilibanada maayirka saraakiisha iyo ganacsatada iyo masuulsha kale maanta meeshan isugu timid munaasabadan aan ku maamuseyno kuna dhiirigelinayno wasaaradda ama xafiiska xogayaha ganacsiga iyo ganacsatada intaba waxaan marka hore idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa la tahay hadallo badanna waa la yidhi qoraxna waa la taagan yahay waxaan rabaa un ganacsatada inaan mid idhaahdo من الحق هاي هرتوا ما تصنت هاي شغلة هذه أول رئيس مركز حفيز كله وريكتي كلنك هذه سوية لي أصحاب تادي ويا رتاي من عستنا سيدا يو أجيبين يقال لفتوا دون عاد بان وهم هاد علينا يا ده جناح سيشري ما يهدان أمن شري ganaasi jiri maayo haddaanan amni jirin waxaan idin leeyahay hawshan aad hadda dhexda kaga jirro horaad qayb uga ahaydeen waxaana idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad joogtaysaan oo dadaalka hadda aad muujiseen saaka markii la yidhi ganacsatadiibaa xoolo lagu wareejinaya anugu kabaha waa soo gashaday waxaan usoo gashaday inaan hal kelmad idin idhaaho جزاكم الله خير الجزاء. أنا قال لفتي تقول عسى أنا هاي مركة وحقنا سكوت ترينيا وأنت أكبر من بالي نوقف فديها. ها أنت أكبر من بالي نوقف فديها. الله يدين بركة يو ماشي أكسو سارتين وحي موتشنا يسا إنا إنه قد يدين ليق وشمني لفتو بحني maantana waxaanu diyaar u nahay dhiiggii horaanu shubnay ka badan inaanu u shubno dheeftii horaanu u bixinay ka badan inaanu u bixinno inaanu deegaankayaga difaacanno wax ka liitaa ma jiraan nin waxba aan ku dhaamin inuu ku hungureeyo wax ka liitaa runtii ma jiraan nin aan waxba ku dhaamin inuu ku hungureeyo laakiin annagoo soomaalinimada
iyo islaannimada eegayna aqli xumada dhinacaan kaga imanaysa iyo isqabasho la'aanta iyo garasho la'aanta ma aanan miisaanka iyo culayska ay lahayd maanaasi turaala wallaahi nagu jira weli welina waa turayna nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha rajaynina cadowgiina inaad la kulantaan haddaadse la kulantaan ku adkaada annagu uma soconno meel kale maanta waxaa nalaga hayaa dulmigu sidiisaba waa xumbada oo kale culays badan ma laha caga badanna kuma taagna haddaanu shalay tafaraaruq iyo kala tagsanaan nalooga faa'iidaystay maanta waa midaysannahay wada jirkaygu waa adag yahay damiirkaygu waa sarreeyaa moralkayaguna meeshii ugu sarreysay buu taagan yahay waxaa tusaale kuugu filan inaanu turayno weli waxaa yeelaya iyo waxaa baxaya iyo sawaxanka muuse iyo maamulka hargeysa ay wadaan annagu waxaanu ku jawaabnay inaanu deegaankayaga ilaashanno ku ekaano oo annaan dhaafa laakiin sidii raggii iga horreeyeyba ay sheegeen iyadoon digasho ayna ahayn haddii nalaga dayn waayo daandaasi nala soo doonto meesha maanta lakala joogo lakala joogi maayo boqol sanaa dib loo noqonaya boqol sano baa dib loo noqonaya taariikhda hore looma sheegin qabiil qabiil kale hungureeya soomaali dhexdeeda fikraddan waalida ah ee socotay soddomeeyada sano idinkaha idinku ekaato hadday khayr leedahay idinkaha idinku ekaato hadday shar leedahayna sharteedu idinkaha idinku ekaato intaa raggii hore waxay yidhaahdeen baan kala yahay annagu maamul ahaan gacanna insha allahu tacaala difaaca iyo amnigaanu ku qabanaynaa gacanna maamulka iyo horumarka iyo adeega shacabka iyo deegaanka ssc khaatumo ayaanu insha allahu tacaala ku qabanaynaa diyaar baanu u nahay horaanu ugu ahayn haddaanu u nahay maantaanu ugu wacannahay barwaaqadiina aynoo rabbi subxaana wa tacaala roobku waa kaa kala qaadila ganacsatada mar labaad iyo mar saddexaad iyo wasiirka ganacsiga waxaan leeyahay juhdiga bixiseen allah idinka abaalmariyo